إذا ضممته إلى قول الله حباك إله الكون فضل عطائه، فأنت بفضل الله تزهو وتبذل، فبذلك للمعروف يغفر زلة ويرفع أوزارا لحملك تثقل. يقيمونه لمصالح مكتب الدعوة والإرشاد، المكتب التعاوني الخيري، يقوم ريع هذا الوقف لأجل طباعة الكتب، كفالة الدعاة، دعوة المسلمين الجدد خاصة مع كثرة المزارع عندهم ووجود أعداد كبيرة من العمالة غير مسلمة. فأنتم تشاهدون الآن هذا الوقف يحتاجون إلى دعمكم، ويكلف قريب من 3 ملايين يعني أو 4 تقريبا مع تأثيثه والعناية به، لم يكملوا منه إلى الآن إلا بمقدار 800,000 ريال.
وتوقفوا، وأنتم تشاهدونه الآن على هذا الحال في الشقق وفيه أيضا محلات، وريعه بإذن الله تعالى سيكون جيدا ويدعم مثل هذه النشاطات. وبلا شك أن الإنفاق في الوقف هو عمل صالح، نسأل الله تعالى أن يأجر الجميع. والآن أنتم تشاهدون خلال هذا المقطع أرقام حسابات مكتب الدعوة الرسمية، وهي حسابات مأمونة، يعني لأنها تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية، وليس هناك مشكلة أمنية في أن يحول إلى الإنسان شيئا. فأنا أحث حقيقة إخوتي وأخواتي على التحويل لهذا الحساب وقوفا معهم ودعما للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة أن الوقف وقف العمل به من فترة، يعني فهم يحتاجون إليه.